انطلقت في العاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر وزراء الأوقاف العالم الإسلامي في دورته 12 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف لعام 2019. ويركز المؤتمر على دعم صمود المقدسيين في مدينة القدس الشريف وحماية المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. كما يتناول المؤتمر واقع القدس وأهلها والحرم المقدسي في ظل الاحتلال والتحديات التي تواجههم. مديرة مكتب صوت العرب في عمان رباء أغا والمزيد في سياق التقرير التالي. عقدت في العاصمة الأردنية عمان أعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي 12، والذي يهدف إلى دعم صمود المقدسيين في مدينة القدس الشريف وحماية المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. كان على رأس الموضوعات التي طرحتها المملكة الأردنية الهاشمية حقيقة موضوع القدس وقضية القدس، ونعمل دائما على قضيتين في موضوع القدس: دعم صمود المقدسيين والوقوف مع أهلنا في القدس الشريف والمقدسات، لا سيما فيما يتعرض له المسجد الأقصى اليوم من أخطار من قبل الاحتلال. المسجد اليوم يتعرض لأخطار كبيرة جدا. أيضا حقيقة يناقش المؤتمر اليوم قضايا أخرى كقضية الخطاب الإسلامي المتطرف ومسألة تحصين المنابر وإيجاد وسائل وآليات في العالم الإسلامي للعمل على تحصين المنبر والخطاب الدعوي والخطاب الإسلامي وتنقية هذا الخطاب من كل شوائب التطرف وشوائب العنف. وأوصى البيان الختامي للمجلس التنفيذي باستخدام لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية والاستفادة من تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأهمية دور المواطنة في دول العالم الإسلامي وأثره في استقرار المجتمعات الإسلامية في ظل العولمة الثقافية وأهمية دور الأوقاف في المسجد الأقصى. وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية تحمل أمانة عظيمة، ويقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة لتعريف العالم بحقيقة الإسلام وقيمه الإسلامية الإنسانية السمحة، واستعادة صور الإسلام الصحيحة النقية، ودفع شبه الموارضين عنه، وحمايته ممن سقطوا في الفتنة، فتنة الغلو والإفراط وفتنة الانحلال والتفريط. وقد من الله على هذه الأمة بأن جعلها خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. صحوة الأمم ليست بالكلام ولا بالتنظير ولا بتشكيل الجماعات ولا بالعصبية للأيديولوجيات. صحوة الأمم تقول صحوة في الأمة عندما تكون أمتنا في مقدمة الأمم في الاقتصاد، في مقدمة الأمم في العلم، في مقدمة الأمم في الثقافة، في مقدمة الأمم في مختلف المجالات. ولا يمكن أن تطلق الصحوة على أمة متخلفة ثقافيا أو فكريا أو اقتصاديا، فإما خطابا مستنيعا يأخذ بيد الأمة إلى البناء والقوة والتقدم وعمارة الكون، وإما خطابا متشددا وإما خطابا متطرفا. وشدد المشاركون في اجتماع المجلس التنفيذي على الاهتمام بكل ما يخص الإسلام والمسلمين في أمور دينهم ودنياهم، وما يعين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في أداء رسالتها أو يسهم في مساعدة أعمال المجلس على إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه. وتتولى وزارات الأوقاف في الدول الإسلامية المسؤولية والدور الأبرز والأكبر في تحصين المنابر من خطاب الكراهية وتعزيز القيم الإنسانية والتعايش. رباء أغا، لقناة صوت العرب من العاصمة الأردنية.